احنا النهارده هنبدا نعمل طريقه اليخن الجديده، ودي طريقه العشاب طه، ودي طريقه جديده هو قال لنا عليها ان قالها وهو صغير، بس يا رب تعجبنا. بس احنا هنسمع كلامه ونشوفها. خد يا سمير قول لنا على المكونات. انا ويوسف دلوقتي هنكون مساعدين بتاع بابا، وهو بيعملها. ودي المكونات: قرنبيط. جينا انا بقى احكي لكم بقى، انتوا عاملين ماسكين الحديده، سيبوها لي شويه. ماشي. اليخني مهم لكل واحد طبعا. انتوا مش فاهمين، انتوا بتلموا في امن امبارح، بس زي ما انتوا شايفين كده. تعالى يا عم سمير ورينا. عندنا طماطم شرايح، ارفع الطبق كده وريه الكاميرا، يعني كل حاجه وريها. على فكره محتاج اعيد الفيديو ده، نقفل الفيديو ده. لا اقفل الفيديو ده يا سمير، افتح واحد تاني. هناكل طريقه جديده النهارده، وهي اليخني. واليخني دوت كنا عليه بيقول حاجه حلوه، وانا نفسي ادوقها من ايده بصراحه، عشان مكوناتها كتيره قوي وهنشوفها. وانا ويوسف هنكون مساعدين بتوع بابا، وان شاء الله تطلع جميله. دلوقتي هجيب الاجنده. اليخني الطهاوي منتهى العك، قصدي منتهى الحاجات الحلوه. خد يا ابني عرض لنا بقى، احنا كده عندنا اليخني بتاعنا النهارده. شرايح طماطم، شرايح فلفل رومي، ولو في فلفل الوان كمان يبقى افضل، بس انا ما بحبوش. بسله وجزر، ومعانا كمان طماطم صاحيه عشان لسه دي هتتضرب صلصه وهنحط عليها البتاع السحري، اللي اسمه ايه يا ولد، بتاع الخليط السحري اللي احنا نعمله، السائل السحري. ومعانا كمان قرنبيط، وكمان بروكلي. ومع البروكلي كمان اضيفنا بيض، والبيض ده نوعين: بيض فراخ وبيض سمان. وطبعا انتوا هتسالوني انت بتعمل ايه، اقول لكم بعمل يخني. وكمان معانا هنا هات يا ابني افوكادو، وده ممتاز جدا ومهم جدا في عمل العصيج السائل اللي هينزل على اليخني. ومعانا كمان ابو فروه، علشان ام فروه كانت في مشوار فاضطرينا نجيب ابو فروه بدلها. وطبعا جنزبيل، وكمان بطاطس، ومع البطاطس كمان شرايح البصل. وغير البصل معانا بقى بصل اخضر كمان، ده علشان بقى ايه نقدر ان احنا نكمل الاكله بتاعتنا اللذيذه. بتاع ده عمل باور اوف. ودلوقتي هنكمل لكم تاني مرحله، اللي هي مرحله التوابل ورص الصينيه. وقف. دلوقتي بقى معانا اليخني اللذيذ يا عم سمسم، نعمل ايه بقى؟ اول حاجه عندنا، ودي اهم حاجة، ان احنا لازم نبطنها، وكلمة نبطنها دي ما تفهمهاش غلط، لازم تفهمها صح. محتاجين اول حاجة زيت السمسم. اول حاجة نجيب الصينية اللي هنعمل فيها الصوص. لا كده انا بطول، اقفل الفيديو ده. اول حاجة احنا دلوقتي بنجهز التوم، علشان ده هيبقى وجبة مهمة مع اليخني اللي احنا عاملينه. بنحط زيت سمسم بسيط معاه زيت الآلية، وطبعا يبقى كده اول حاجة معانا زيت السمسم، ومعانا بعد كده الجنزبيل. فلفل رومي، بصل اخضر قطع فرنشات، بصل صاحي، ومعانا طبعا الثوم اللذيذ، وما تكتروش منه علشان خاطر اليخني ما بيحبش الثوم الكتير. وهنبدا بعد كده نعمل
المرحله الثانيه اللي هي ان احنا هنشقق ابو فروه ونضيفوك وسط ال ايه ده ال ال الحاجات اللي بتتسخن في الاول. طبعا هتقول لي اليقني بتاع زمان ما كانش فيه ابو فروه، هقول لك ايوه، ما انا قلت لك في الاول كان فيه ابو فروه وام فروه وفروه نفسه، بس طبعا دلوقتي الدنيا اتقدمت فاحنا نجيب ابو فروه بس كفايه علينا. بعد ما نحط ابو فروه هقول لكم نعمل ايه. دلوقتي دي الحصيله يا جماعه ان احنا دبلناها شويه. طبعا هتقول لي انت ازاي حاطط ابو فروه في بصل؟ هقول لك طيب، واحنا ايه اللي كان حاطط الباميه في الـ في الـ في اللحمه الضاني؟ يعني هي كلها اطعمه جميله ومفيده، ده فيه بوتاسيوم عالي جدا جدا، فممكن استفاد بيه باي طريقه يعني، بس انا بحبه جوه اليقني. اليقني ده بقى بتاعنا النهارده، هنحط عليه ايه تاني؟ اول حاجه دلوقتي احنا خلصنا جنب الخضار وجهزناه، عندنا طبعا من اللحوم سجق بلدي، ومعانا كبدة رومي، كبد وقوانص رومي، ومعانا فراخ كمان، وطبعا احنا عرضنا عليكم مع الخضار البروتين البيض. ودلوقتي احنا بنرص البطاطس، شرايح بطاطس في الاول خالص بس كده. لا ارجع رص وكمل القعده، كمل القعده كلها يعني، كمل القعده كلها دور بطاطس بكده. عندنا الارضيه بطاطس بالطريقه دي، فرق شويه ماشي تبي عن هتقولي ليه البطاطس في الاول؟ هقول لك علشان البطاطس بتاخد وقت في السوا، وانا بقى بوريكم اليخني الطهاوي بتاعي. بعد البطاطس هناخد اقوى حاجه عندنا، وهي ان احنا هنبدا نشكل البروكلي مع الارنبيط. هناخد الاول خالص معاهم كمان من دي. لا دي في الاخر حط لي الارنبيط بقى كده، ارنبيطايه بروكليايه، لا ارنبيطايه بروكليايه، ارنبيطايه بروكليايه، ايوه بروكليايه، ارنبيطايه فوق البطاطسايه بروكليايه، اهي دي هنا حط بروكليايه، ارنبيطايه شيل دي حط بروكليايه، بروكلي كتير حط ارنبيطايه وبروكليايه، وبدل دي اهي حطينا ارنبيطايه بروكليايه، جميل كبيره قوي، تعطيزها حط بقها وشيل الباقي في القعده، بس بصوالي بشكل جميل كده لزوز بتوت حتوت ارنبيط برضه، يلا ارنبيط مع بروكلي اه ارنبيطايه بكلوزي يعني. كلو كلي يعني. شكلوبيايا بلوكيايا زكلوبيايا دي بتظهر قوي عادة، اصل انا كل ده ممكن يبقى سريع 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 واحنا بنعمله فاهمه، وما يظهرش الكلام اصلا، واكتب بقى بالشكل ده، بس هو ده الميكنج اللي احنا بنعمله، ده اسمه الميكنج عادي، ما انا فاهم، ما انا كل ده هقطعه فرط فرط وقطع وحط رص غطيها لي عادي، ما يصور ما انا هشيل الصوت في المونتاج، كلموا براحتكم يا جماعه. ستوب بقى عشان نتكلم، ستوب عشان الحته دي هتطلع. وبكده خلصنا البروكلي اسمه ايه ده؟ ارنبيط وابو فروه والبطاطس، كل ده على التقليه اللي احنا عملناها الجميله، امه جدر ايه؟ جدر البتاع اسمه ايه اللي احنا حطيناه؟ جدر ايه؟ جنزبيل. جنزبيل تمام. مع التوم طبعا كده احنا رصينا اول طبقه، هنبدا نعمل الصح معاها، يعني نبدا برص اللحوم تعشيق يا جماعه تعشيق. وهنحط فوقه طبقة طمطم زغننة
لا اخلع لي الطماطم دلوقتي. عادي هتقطع. ما انا عشان كده قلت لكم الكلام براحتكم. وسع لي كده ده عشان نحط اللحوم. بص لما نيجي نتكلم براحتنا قول لنا، لما نيجي ما نتكلم. احنا دلوقتي بنتكلم براحتنا بس بنعمل ميكينج. خليها على بعضها احسن عشان تمسك نفسها. عشان النار كده كده هتبقى شديده. نرص الطماطم بقى. تمام. ثانية واحدة. هنبدأ نرص الطماطم ولو ان ديت يعني طماطم تنين بس مش مشكلة. أنا موافق هي كده كده بسيطة العملية. بعدين الكبد القوانص. بعد كده. بس عايزة تتقطع. الكبد. لا مش تقطع. هو حلو. زي ما هي هتطلع نقطعها احنا مش هنحط سكينة. لا هي دي من دي مش هتنفع. عايزين نحط ما مفيش أماكن ما علينا. أهي. افوكادو هيبقى في الخليط. ومعانا البيض السحلاوي. البيض طبعا زرعهولي كده في النص. بس حسب الكسر. ما تتاكل في الجوال. هات اتنين. وبكده احنا حطينا البيض وحطينا كل المكونات. بيض السمان، كبده الرومي، كبده الرومي، سجق البلدي، القلوب بتاعت الرومي، الفراخ، القطع، الفراخ مش القطع، الفراخ العاديه. يعني احنا كده عملنا اكله متكامله من كل البروتينات. كده فاضل لنا حاجه واحده، السوس العجيب. كده فاضل شرايح الرومي وهي حطيناها. وطبعا ما ننساش باقي اخر حاجه في الخضار. هتقول لي يا بابا ايه اليخني ده؟ اقول لك اليخني ده لو ما اكلتوش يبقى ما اكلتش اكل قبل كده. ما هو برضو الاباء المفروض ينقلوا خبراتهم للابناء. ولا لولو خبره اليخني. وبكده احنا هنكمل باقي منقوع اليخني شوربة بالبسلة والجزر. وده هيكون على الوش لانهم بيستووا بسرعة. نم 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 نم. استنى بس ده. بصوا يا جدعان احنا يعني معرفش احنا هناكلها وخلاص. وبكده نضفنا الطبق بالطبلة بتاعتنا. ودلوقتي السوس العجيب. هنحط بصل مقطع قطع. ومعانا كمان جنزبيل جدر. ومعانا شوية توم. وطبعا الافوكادو. وما تسألنيش ليه. وكمالة السائل العجيب بتاعنا هنحط الافوكادو. وما تستغربش ليه افوكادو، بس طبعا هنقول في الاخر لان دي وجبه دسمه جدا 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 والطماطم هي الاساس. كده احنا حطينا كل حاجه وهنضيف التوابل. دلوقتي احنا ضربنا الخليط بتاعنا بالافوكادو اللذيذ ومعاه التوم. ومحدش يقول لي انت بتعمل ايه. اللي عايز يعمل يدوق في الاخر. معانا طبعا دلوقتي مجموعه من التوابل الجميله اللي مضطرين ان احنا نحطها هنا برضو. انا اقنعتهم بكده عشان خاطر يسيبونا اشتغل. ومعانا دلوقتي بهارات لحمه، بردقوش، كزبره، فلفل اسود، كمون، كركم. وطبعا احنا عارفين فوائده. وهنرجع نضرب تاني ضربه خفيفه، نقلب التوابل. وطبعا الملح اختياري يا جماعه. يعني المفروض تحطوا ملح بس احنا ما بنحطش ملح عشان احنا ناس عندنا ضغط عائلي. اضرب في الخلاط يا زميلي. وبكده عملنا العصيج الغبي السحري اللي معمول بكل الاصناف اللي قلناها. وهنبدا نجيب صينتك يا وحش.
دي الصينيه بتاعتنا كده. ما فاضلناش غير حاجه واحده، ان احنا نحط عود قرفه ونزرعه طبعا كده عشان وقرن الفلفل ده هيعوم على الوش في الاخر. وهنبدا نحط السائل السحري. وكمان لازم نعمل حركة ظريفة من شاب ظريف، وهي ان احنا نبدأ نعمل له عملية التدكيك المعنوي بتاعه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده إيه يا سوسوي نام، سقفوا له يا جدعان. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا سوسوي نام، ايه ده ايه ده ايه ده، لا تدخل الحمام. وربنا يستر على اليخني بتاعنا، هنوريه لكم بعد ما يخلص ان شاء الله. كده احنا عملنا اليخني، ويا رب يطلع حلو، علشان لو ما طلعش حلو مش هنتعشى يا رجاله. الصينيه فيها زلزال يا جدعان، دي بتتحرك لوحدها. بسم الله الرحمن الرحيم. اليخني بيجري، اليخني بيجري. ودي صينيه اليخني بعد ما طلع خلصها، سويتها على الفرن على البوتاجاز بتاع نص ساعه، بعد كده دخلت الفرن خدت الوش الاحمر ولذيذه، وهنقول راينا ان شاء الله هتطلع حلوه. على فكره البتاع ده جميل. اه جميل ما شاء الله، هي اصلا شكلها يفتح. اه انت عارف ايه؟ انت خد ايه حط لي الشبقه ده. حط شويه، قول لنا حط كيلو. انتوا عارفين كوبيس؟ الرز؟ لا اصبر عليا ما خلص. لا مش الرز، بحط حاجة يعني نخل تاني. وده كده يا جماعة اليخني بعد ما خلص بقت حاجة جميلة جدا، وبصراحة ربنا انا كنتش متوقعة خالص ان يطلع حلو، او ما كنتش متوقعة بصراحة ان طه يعمل اكلة جميلة، بس بعد ما خلصت لقيتها طعمها تحفة، وحابة انكم تجربوها لانها مليانة فوائد، فيها سجق فيها كبدة فيها جميع انواع الخضار اللي تفيد ولادنا، وبصراحة طلعت طعمها حلو جدا 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 لما خلصت. عايزة اقول لكم ان الصينية خلصت واحنا قاعدين ما شاء الله من جمالها. وكمان في حاجة برضو حابة ان انا اعرفها لكم، ان دور الاب في البيت حاجة جميلة وحاجة معنوية حلوة للاطفال، كون ان مثلا يعني انا ممكن اقوم بالدور دوت مع الولاد، بس ابوهم برضو حابب ان هو يبقى معاهم في كل حاجة تفرحهم ويبقى مجمعنا، وديت حاجة بتخلي الطفل نفسيا بيبقى مبسوط. وياريت كل بيت تبقى الاب لامم اولاده بالشكل دوت، عشان دي حاجة بتخلي الاطفال نفسيتها كويسة. ويا رب اليخني يعجبكم، وحابكم نجربوه، قولولي على رأيكم في الاخر هيبقى عامل ازاي، وطمنوني.